مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم ابدأ بنفسك. في البداية برحب بيكم وبكل جمهورنا العزيز، وطبعا حابب أرحب بزميلتي ريهام بليغ. ازيك عاملة ايه؟ ازيك يا كريم، اخبارك ايه؟ طبعا في البداية احنا النهاردة عندنا فقرة قوية جدا وجديدة من نوعها ومختلفة، وتقريبا مش دي المرة الأولى اللي بنقدمها في برنامجنا، لكن دايما احنا بنحب التنوع، فعلشان كده احنا حابين نسلط الضوء على المجال الرياضي وعلى كمان البداية بنفسك بقى كلعيب كولي أمر، وعندك ابن حابب يخش المجال وحابب أو نفسه يبقى لعيب كرة، علشان كده طبعا لازم يكون معانا حد من أهل الخبرة. فكان النهاردة معانا بالفعل المحلل الرياضي الكبير طبعا كابتن احمد موسى. اهلا وسهلا بيك، بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك استاذ كريم، وانا اللي متشرف ان انا معاكم في البرنامج المتميز ده طبعا، وانا عارف قد ايه البرنامج ده ناجح، والحمد لله يكون حلقه قويه باذن الله ما بيننا باذن الله. وطبعا برحب بيك وبرحب بالاعلاميه زميلتنا ريهام بليغ. اهلا بيك، اهلا بيك، اهلا بيك كابتن. في البداية بقى النهاردة طبعا احنا موضوعنا طبعا الكتير بينتظره، والكتير فعلا بعد بالذات ما شاف كوادر كبيرة زي محمد صلاح، زي كابتن محمد النني، لعيبة كبار جدا، فنفسه يعرف كان ايه السر وايه البداية، وبرضو بما ان حضرتك بقى من اهل الخبرة يبدأ ازاي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اولا هي القصه كلها هي توفيق من عند الله سبحانه وتعالى في اي مجال. القصه كلها فعلا هي توفيق من عند الله سبحانه وتعالى في اي مجال. مجال كره القدم زيه زي اي مجال في الدنيا، زي الطب، زي التجاره، زي الاعلام، زي اي مجال. ممكن في ناس كتير قوي جدا تبقى متمكنه وعندها الامكانيات وعندها الموهبه، ولكن الظروف ما خدمتهاش ان هي توصل. فالتوفيق هو اول حاجه. نرجع بقى، طبعا في ناس بتوصل، عشان حد يوصل النهارده لازم يكون عنده موهبه في الكوره. يعني النهارده مش ما حدش هيوصل للمكانه اللي فيها محمد صلاح دي الا لما يكون فعلا اوريدي عنده موهبه. ولو ما عندوش موهبه وما عندوش امكانيات مش هيوصل. تمام. طيب هل الموهبه لوحدها كفايه في كره القدم؟ الموهبه لوحدها في كره القدم لا تكفي، لا تكفي. لو جبت اتنين في الكوره، واحد موهوب بنسبه 90%، واحد موهوب بنسبه 60%، مين اعلى فيهم، 90 او 60؟ 90 طبعا. 90. تمام. طيب لو ال 90 ده الموهوب ده ما لقاش تدريبات كويسه، ما لقاش اهتمام كويس، ما لقاش حد يقدر يرعى الموهبه بتاعته دي، في حاجه بيقول لك كيف تدير موهبتك، كيف تدير موهبتك، هي دي القصه. ازاي تدير موهبتك؟ اللي يقدر يدير موهبته صح ويلاقي حد فعلا يحتويه ويدير الموهبه بتاعته صح يقدر يوصل لبعيد في الكوره. اهم حاجه بس هي بتفرق برضه، بتبقى في شخصيه اللعيب ذات نفسه، هو عايز ايه؟ وعايز يبقى لعيب محلي، وعايز يبقى لعيب دولي، وعايز يبقى لعيب على المستوى العالمي. بتفرق من شخصيه لشخصيه ومن طموح لطموح. ولكن طبعا النقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها استاذ كريم بتاع اولياء الامور، اولياء الامور النهارده في مشكله كبيره قوي في مصر، وطبعا المشكله دي بسبب ان ربنا كرم محمد صلاح وبقى نجم عالمي على مستوى العالم وبقى معروف. فالنهارده كل واحد عنده ابن سواء امكانياته الفنية كويسة أو على قد أو متوسط أو ضعيف، وبرضه نفس الموضوع بتبقى ولية الأمر مش الأب بس، كله عايز ابنه النهاردة محمد صلاح. بقت ظاهرة غريبة في مصر، كل النهاردة عايز ابنه يبقى محمد صلاح في مصر. طب أنت ابنك إمكانياته الفنية على قدها؟ أشوف حاجة غير كرة القدم، أشوف مجال تاني هو حبه وممكن ينجح فيه غير كرة القدم، يروح يشوف أي حاجة غير الكورة. بس يا كابتن مش دايما بتبقى الموهبة هي العامل الرئيسي، يعني احنا مثلا عندنا مثالين كبار جدا، ميسي وكريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو معروف عليه الاجتهاد، وكابتن ميسي معروف عليه ان هو موهبة، وسبحان الله الاتنين ند لند في كل الجوائز العالمية وفي كل المحافل العالمية، وبالفعل بيقدروا يحققوا انجازات كبيرة جدا، رغم ان رونالدو ما كانش موهوب لكن هو اشتغل على نفسه. انت اثرت نقطة مهمة جدا. على فكرة بجد كريستيانو رونالدو فعلا يستحق ان هو يكون احسن لاعب في العالم لاسباب كتير قوي. اولا ميسي ده ميسي ما تدخلوش في منافسة مع حد في الكورة. يعني ميسي ده من كوكب تاني في كرة القدم فعلا. بيعمل حاجات غريبة في الكورة وعنده امكانيات فعلا عالية. ميسي خارج التصنيف،
لما نيجي نصنف بقى نمسك من اول كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو احسن لاعب في العالم فعلا، لعيب امكانياته الفنيه ما كانتش بالدرجه اللي عند بعض اللاعبين العالميين، ولكن قدر كل يتعداهم كلهم، قدر يتعدى اي حد، اشتغل على نفسه كويس، كان عنده اراده، كان عنده تحدي، كان عايز يبقى كريستيانو رونالدو. لكن ميسي ده موضوع تاني، موهبه ربانيه من عند ربنا، في واحد ربنا اداله موهبه وواحد اشتغل على نفسه. صح. تمام. واحنا على فكره معانا كمان الصور بتتعرض. طبعا احنا عايزين بقى تعليق حضرتك على مجموعه اللعيبه الجميله دي. بيبو ده ابن حضرتك صح؟ ده بيبو ابني ده في الترسانه طبعا، ده جهاز سمعنا ان الاهلي والزمالك كمان كانوا عايزين. هو مش لوحده بصراحه يعني، طبعا الصوره كانت بتعرض دي كان الجهاز الفني للترسانه 2006 وكابتن مؤمن عبد الغفار ده المدرب العام لمنتخب مصر الناشئين 2006 مع كابتن مؤمن سليمان مسكوا المنتخب حديثا. طبعا هو مش الصوره اللي اتعرض لبيبو ده، فريق الترسانه 2006 كان مع كابتن هشام عطيه، كان اول واحد طبعا مسكهم حوالي اربع سنين عمل معاهم نتائج كويسه وخد معاهم بطولات بصراحه يعني، هو اللي اسس الفريق ده. دلوقتي طبعا كان معاهم الموسم الماضي كابتن مدحت انور رحمه الله عليه، دلوقتي معاهم ابن نادي الترسانه برضو كابتن مدحت رمضان، مدرب كويس ومدرب واعد ان شاء الله. طبعا ده فريق 2006 من يومه كان بياخد بطولات، كان يروح نادي الصيد كان بيقدم معروف قوي وياخد بطولات، خد اول بطوله دوري في الجيزه. وطبعا يعني فيك مش بيبو بس اللي كويس في الفرقه دي، بيبو بسم الله ما شاء الله يعني موهوب من عند ربنا الحمد لله يعني، ولعب كويس. بيبو بيلعب في دوري ال 14 دلوقتي ما شاء الله. فده ده الجهاز الفني بتاع ده كابتن مؤمن عبد الغفار طبعا. ده الجهاز الفني اللي للترسانه 2006 بقياده طبعا كابتن يحيى سيد المدير رئيس قطاع الناشئين بنادي الترسانه، ومعاك كابتن مدحت رمضان وكابتن سيكو. طيب ليه يا كابتن معظم الانديه الرياضيه اختفت مؤخرا من الساحه يعني؟ بص انت تحديدا بتقصد الانديه اللي هي الشعبيه؟ الشعبيه. طيب خريطه الكوره اتغيرت في مصر. خريطه الكوره اتغيرت مطلقا في مصر. خريطه الكوره الاول كانت بتعتمد على المواهب في الانديه والانديه الشعبيه. تمام. كان زمان قبل الاحتراف، قبل الكابتن الجواري دخل الاحتراف في 90، تمام، كان زمان بيبقى في مواهب في الانديه، كان صعب جدا ان اللاعب يمشي من نادي، كان بيبقى في انتماء وفي ارتباط بالنادي والجمهور بتاع النادي في المحله في المصري. الانتماء جمهوريه شبين في المنصوره في بلديه المحله في المحله كان في انتماء، واللعيبه كانت بتحب الانديه بتاعتها وبتحب جمهورها، والجمهور كان بيبقى محتويهم. وما كانش بتفرق بقى ايه يعني قصه الفلوس ساعتها، كانت الفلوس بسيطه برضو، فما كانوش هم بيبصوا الفلوس. يعني معنى كده ان هم دلوقتي كموهبه بيبصوا على الموهبه اكتر، ولا الفلوس العائد النهارده تقدري تحكمي بقى على ايه بقى؟ تقدري تحكمي على الموضوع ازاي؟ تقدري تحكمي عليه ازاي؟ طب ايه اللي حصل في الكوره؟ الكوره النهارده اللي عنده امكانيات ماديه اللي عنده امكانيات ماديه يقدر يسيطر على اي حاجه. تمام. امكانيات ماديه طبعًا. يعني مؤخرا الموضوع ما بقاش مقتصر على انه يعني اللي النادي يطلع مواهب بالظبط، لان هو الانديه طبيعي اوريدي بتروح تجيب فريق بتجيب نجوم جاهزه عشان تكسبها بطولات. تمام. بتكسبها بطولات. هو النهارده هقول لك على حاجه، هو النهارده نادي بيراميدز ده مش هو اساسا الاسيوطي؟ مش هو الاسيوطي؟ فعلا الاسيوطي ده كان في درجه ثانيه وطلع الدوري الممتاز. صح. وكان بينافس على الهبوط. طب لما الشيخ تركي جه واستثمر في مصر في الرياضه، ودي كانت طبعا ظاهره ايجابيه وسلبيه في نفس الوقت. تمام. رفعت اسعار اللاعبين وعملت منافس قوي في مصر مع الاهلي والزمالك. صحيح. طيب بمناسبه الاهلي والزمالك، حضرتك تتوقع مين هياخد الدوري غير نادي الاهلي والزمالك؟ وهل بيراميدز ممكن ان هي تسيطر على الموضوع، ممكن تتفوق عليه؟ بص احنا بنقول الفلوس تعمل فرقه كويسه يبقى شكلها كويس في الدوري. تمام. تنافس. لكن تاخد الدوري من الاهلي والزمالك ده موضوع صعب جدا. يعني حضرتك شايف كده؟ سؤال مهم بقى جداً. هنا بقى جدا حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي على راي عبد الحليم حافظ محافظه الجماهير. طيب يعني ده سؤال صعب. ده انا ترسناوي. زملكاوي؟ لا ترسناوي. ترسناوي؟ ترسناوي. لا انا رجعت في كلامك ليه؟ لا ترسناوي. انا اهلاوي بس عادي يعني مش لا وانا لو انا ترسناوي. بص هقول لك على حاجه. اتفضل. اول حاجه بامانه الله يعني واحنا على الهوا وقسما بالله الكلام اللي بقوله لك ده حقيقي. انا اولا حتى ما كنت بلعب كوره انا غير متعصب بالمره في كوره القدم مطلقا خالص. يعني لو انا بشجع الاهلي والاهلي اتغلب، الاهلي اتغلب
عادي دي رياضه هارد لك وخلص الموضوع، بشجع الزمالك والزمالك اتغلب مظبوط خلص الموضوع بالنسبه لي. على فكره انا دايما اصلا بشجع الزمالك لما بيكون بيلعب مع فرق بره، بصراحه ما عنديش ثقافه انه لا يا رب يخسر. يعني انت مش متعصب؟ لا خالص، يعني انا بحب الاهلي ومنتمي ليه. لا بص اقول لك على حاجه، كويس كويس ان انت كويس ان انت اثرت النقطه دي بتاع التعصب ده بتاع الايه بتاع التعصب ده. حتى كان في صوره حتى بنبذ التعصب كانت بتاع الخطيب وحسن شحاته فاروق جعفر. كانت معاكم حتى صح تمام. الكوره مكسب وخساره عادي شيء طبيعي، تعادل مفيش حد بيفضل يكسب على طول ومفيش حد بيفضل يخسر على طول. الرياضه المفروض يبقى الناس يعني تحد شويه من التعصب، ما يبقاش الموضوع فيه في تنشنه كده قوي، والاهلي والزمالك والدوري والكاس يا جماعه. ما هو موضوع مكرر، هو موضوع مكرر. الاهلي عمل ايه مع المقاولين النهارده؟ ده الاهلي عنده ماتش صعب مع انبي بكره، ده الزمالك عنده مع بيراميدز ماتش صعب، وفي النهايه خالص الدوري بيبقى 5 6 سنين الاهلي وبعدين سنه مختلفه عن الاهلي. ادي اللي بيحصل في مصر. هل الكوره بيحصل فيها غير كده؟ لا. الاهلي قبل كده خد الدوري 9 مرات متتاليه، وخد الدوري 8 مرات متتاليه، واكتر من مره، وخد 7 وخد 4 وخد 2. تمسك الدوري كده، تمسك بطوله الدوري العام كده، تلاقي الاهلي اهلي 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 وبعدين زمالك، وبعدين تمشي قصه تانية اهلي 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 زمالك. الاهلي عنده امكانيات غير اي حد في مصر، الاهلي عنده امكانيات في مصر غير اي حد، واي حد مكان الاهلي هياخد كل البطولات دي. مظبوط يعني صح. الاهلي مسنود ماديا واعلاميا وكل حاجه، ونفس الزمالك طبعًا. الزمالك بس طبعا الاهلي رقم 1 والزمالك رقم 2 في مصر في افريقيا، لكن هم من الانديه الكبار جدا طبعا. وبمناسبه بقى كلمه مصر، شايف ان ايه مستقبل مصر في الكوره في الفتره الجايه كجمله عامه وعابره كده؟ مصر فيها مواهب موهوب من عند ربنا، مواهب موهوب من عند ربنا، ولكن ينقصنا حاجات كتير قوي علميه في الكوره عشان نوصل. ايه هي بقى حضرتك بس لخصها لي كده في نقاط سريعا. تثقيف المدرب المصري، رفع مرتبات المدرب المصري من اهم عوامل نجاح الكره المصريه. رفع مرتب المدرب المصري، سيبك من المدربين بتوع الدوري الممتاز الدرجه الاولى الملايين والقصص دي، و700 الف في الشهر و800 الف في الشهر و500 الف في الشهر. احنا بنتكلم على المدربين اللي هم في قطاعات الناشئين. لو مصر في قطاعات الناشئين المرتبات بتاع المدربين بقت مرتبات تقدر تخلي المدرب يخرج من بيته الصبح مرتاح نفسيا، محضر شغله لفرقه واحده بيدربها، هيقبض مرتب يقدر يعيش بيه في مستوى كويس هو اسرته، صدقني مصر تقدر تطلع لعيبه كويسه جدا. لكن النهارده تعالى اجدع نادي في مصر يعجبك مين؟ مرتبه ولا لازمه ولا يعيش مدرب كره قدم في مصر هنا، خلي بالك مستوى كويس عشان اعرفك. من اول نادي الاهلي، من صح. اول نادي الاهلي مرتبات ضعيفه في قطاعات الناشئين والاكاديميات اللي بيلموا منها بالملايين والفلوس، سواء في الاهلي او في الزمالك او في الاسماعيلي او في اي نادي، ما بيدوش المرتبات للمدربين كويس. المدربين مظلومه، بياخد مرتب بيطلع من النادي الاهلي يبقى عايز يروح يشتغل في اكاديميه، ويطلع من اكاديميه مش عارف على ايه، ويروح على ايه، بيطلع من الصبح يرجع اخر الليل مهلوك. طب هو وبعدين ما بيجي يحضر شغله حتى بيحضره لفرقه الاهلي، ويحضر الاكاديميه، ويحضر الاكاديميه الثالثه، طب هيجهز لمين ولا لمين ولا لمين؟ بيبقى المشتت مشتت. ارفع زي المدرس كده، المدرس عشان برضه ما يبقاش فيه دروس خصوصيه وهكذا. في نفس القصة. المدرس لو بياخد مرتب كويس في التربيه والتعليم من زمان، دلوقتي يمكن الامور اتعدلت معاهم شويه. لا الحمد لله دلوقتي الامور اتعدلت معاهم، لكن قبل كده كان بيحصل ايه؟ برضه بيطلع من درس على درس على درس على درس. ومين المتضرر؟ مين المتضرر؟ الطالب ما بياخدش الجرعه. يبقى احنا طبعا بنوجه رساله لكل الانديه بالزبط. ان هي من خلالك بقى اوجه رساله تظبط الامور الماديه دي علشان المدرب بيقدر يطلع كل حاجه عنده. وطبعا زي ما لخصنا النقاط اللي لازم تشتغل عليها وتبدا بيها بنفسك كلاعب او كولي امر او كحتى اداره نادي. طبعا كابتن احمد موسى كان من خلال تحليله مش في ماتش، لا كان من خلال تحليله في المهنه بقى في المجال، لخص لنا الدنيا كلها بتمشي ازاي. فاتمنى تكونوا استمتعتوا بالموضوع الشيق ده جدا. وطبعا احنا حابين نشكر كابتن احمد موسى جدا جدا، بنشكرك على تشريفنا ووجودنا في الحلقه الجميله. انا اللي سعيد معاك، وانا اقول حاجه بقى عشان كنت انت اثرت يعني موضوع كده ما كناش كملناه بتاع الترسانه.
اكتر سنه فعلا هي متعثره دلوقتي كدرجه اولى وربنا يسهل ان شاء الله. ولكن في قطاع الناشئين في اكتر من فريق كويس، في فريق 2006 2003. بالنسبه بقى لموضوع بيبو، بيبو فعلا جاي له عروض سواء اهلي او زمالك وفي حسابات رسميه ورسمي كله، ولكن طبعا رئيس النادي الحاج طارق رافض مطلقا خالص الموضوع ده، وهو بيطلب فيه مبلغ كبير جدا طبعا. هو مش بيبو لوحده، لا، في اكتر من لعيب. فريق ترسانه 2006 ده من امهر اللعيبه على مستوى مصر. فريق ترسانه اللي اسسه الكابتن هشام عطيه من 4 سنين، ودلوقتي معاهم الكابتن برضه المحترم مدحت رمضان. صدقني الفرقه دي فيها اكتر من حوالي 10 لعيبه ان شاء الله هيبقوا من نجوم مصر، سواء بيبو او كريستيانو او دونجا او شوبير او حازم البنداري. وكان حازم البنداري برضه كان جاله يعني. كان جاله ام بي برضه حازم البنداري. وطبعا كان شوبير ونور حشيش واحمد كريستيانو برضه جولهم اهلي يعني. طيب في اكتر من لعيب. تمام. طب بالنسبه بصي بقى، احنا كده بنطلب طلب وعماد العمده كل إدارة من اداره نادي الترسانه. ايوه اطلب على الهوا. انه طبعا نحاول نكون متعاونين في الامور دي جدا عشان بيبو يوصل للاهلي والزمالك. وطبعا احنا كنا سعداء معاكم جدا وبنشكركم جدا، واستنونا في فقره جديده بعد الفاصل.